ايضا من ناحيه ثانيه في ناس بتقول انه ده هيؤدي الى غلاء كبير. انا معايا على التليفون السيد احمد الوكيل رئيس الغرف التجاريه. اهلا بحضرتك سيد احمد. اهلا فندم. اهلا ومساء. النهارده تلقيت الخبر ده ازاي بتاع سعر الدولار في البنك المركزي؟ هل انت اتخضيت قلت يا نهار ابيض الدنيا هتغلى، ولا شايف ان دي خطوه وهيعقبها امل مختلف؟ بالعكس، انا تلقيت هذا الخبر اللي كنت منتظر انه يحدث منذ اكثر من شهر. بقدوم هذا المحافظ الجليل الجديد. الحقيقة على فكرة دي خطوة جيدة في سبيل إعادة الثقة مرة تانية للاقتصاد المصري. خطوة جيدة ملوش تأثير على أسعار السلع. بص، عايز أقول لك حاجة خالد بيه. اتفضل. الحقيقة إن التضخم حصل. السلع الدولار الناس تعاملت فيه 9.85 جنيه وكانت بتسعر السلع على 10 جنيه. النهارده هذه الخطوه ان شاء الله منتظر ليها خطوات اخرى، سواء كان بالنسبه للسياسه النقديه او خطوات اخرى في السياسات الماليه والاقتصاديه وفي القوانين والتشريعات. لابد انها تكون مكمله ليها. نعم. ايه بقى؟ لابد ان اول حاجه، يعني اهم حاجه في بالك. اهم حاجه في بالي ان لابد النهارده ان قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصاديه الخاصه انه يتواكب مع الاهداف المرجوه منه. تمام. انا عايز النهارده يبقى عندي محور قناه السويس زي سنغافوره وزي دبي. تمام. طب تمام. منقل التشريعات اللي هناك زي ما هي، مفيش داعي نجتهد، لان هذه التشريعات ثبت انها بجبل علي نجحت، ثبت انها في القنصوره نجحت. ايه هي دي؟ ننقلها زي ما هي. تمام. احنا ربنا سبحانه وتعالى من الموقع، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا مميزات نسبيه كثيره. نعم. نستطيع بالفعل ان احنا نولد مره اخرى الثقه. تمام. يبقى انت يبقى اهم حاجه بيطلبها احمد الوكيل رئيس الغرف التجاريه مساله قوانين الاستثمار مره تانية، نبص بصه تانية، ما نقلفش وما نجودش على حاجه والناس مجربينها وناجحه. بشكرك جدا احمد الوكيل رئيس الغرف التجاريه.